وبالعودة للخبر الأبرز حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري، والفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي. ان الاجتماع شهد مناقشه عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود ازاله التعديات واعمال التكريك في بحيرات مصر كافه والبرامج والمشروعات التنمويه الجاري العمل عليها للاستفاده من الموارد ذات الصله بتلك البحيرات وكذا الاطر التشريعيه الخاصه بحمايه البحيرات وتنظيم التعامل معها واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه الحكومه بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهوريه وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزياده الاستفاده من الثروه السمكيه واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل مع استغلال المناطق المحيطه لتكوين تجمعات عمرانيه ومراكز سياحيه بما يسهم في رفع مستويات المعيشه بتلك المناطق مشددا على اهميه استمرار الاعتماد على الشركات الوطنيه مع مراعاه المكون البيئي